عليها تفرشيك. صحة صحة الدوس. يعني صحة. أنا حبيته أنا حبيته من أول نظرة اللي ريته. يسمي يسمعون عليها ما ديش لعقل مغني ولا صحفي بيد نومي. لا ما رقدوا 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 عمرو اكلت عمرو اكلت وي امي فاطمه هي ترقدت هي رقدت رقدت امي فاطمه وانت ايش تحب لا لا وليدي حبيت قبل ما تاخذك عينك نسالك على محطه الكار اللي تدي للمنار وين جيت شنو خذوا باش تقصدوا ربي الزوز الدرس يا عبادي لا لا وليدي انا قاعده هو اما المنجي ماشي لدور خول خير من بلاش اش قلت اش عندي قول قلت صباح ربيح تاخذ ونعطيه حق التاكسي توصل بالدار لين الخساره يا حصونه ياخذ الكركي خلق ربي الكل باهيل اللي تراه صالح حتى نوصل المحطه ونطلع عليه هيا خليك نترقد ملا تصبح على خير قلي حصونه نسكر باب البيت ولا نخليه محلول امي فاطمه اللي تراه صالح تحب تسكر الباب سكر وتحب تخليه مطرع خليه مطرع يفرل نسكر وخير خير خير هيدا شو السلام عليكم ورحمة الله شو شو يا ربي سيدي تدخل السيد دخل جمع المتحف يا ودي شو عملت لكم يا ودي عاملين عليا بالعاني ما ترقدوش ما ترتاقوش لا لا شيء نحسنا الدنيا سخنت ايش تحبين عملك يا سيد يا اخي من الفنتيلاتور قدامك لا لا حشيك يا حسن ما قلت كان تحلوا شباك البيت وتخليوا الباب محلو ويضرب الكورندير في الدار وانت فرشك شويه يظهر لي انا هو اللي مش يضرب الكورون في راسي تيخوز علي من بيتي باهي باهي يا حسن ما قلت ليش عاد نسكر الباب ولا نخليه محلو يا ولدي كنت حاشك بالنسبه برا تسكر في السطح وقيمني تيخرج باهي يا ربي يا ربي نعمل شي لارم انا زاد في بيتي يا ربي معي يا ربي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حيوتة رخضت رخضت ها وجاك معي الكاسي بنظرك اسمع انت ها يعجل معك سيد النبي بعاش تقول لي نسيب الازرق ما نقول لك الازرق بركه يا ودي الازرق البرتقالي نعم انا نسيب حد واش بطلت ماكش باش تاخذ خميس اختي خميس اختك ها شوف عادك لهي فوابي سالو خذها وفوق قضايا ودود ولاش معرس يا سيدي يا وسيادتك معرس علي قدك شفاد ليه كان سيبي تعرف من الخدمة فك البحيرة باي باي حليلة اي 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 من الكرام ومن الانسوين بالذي لا 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 هو الوحدة تحجم عليها وجهك مربوضي اصل الفه اربد الفه اربد اختاني مشرك اربد من ايش راكت ودو فيش لعندنا مالها قد ودو متخدمش هاي اللي ويش ما مولات المول قلت لا يا ارتاح جمعة جمعتين ثلاثة تو كلمك لا لا تو تكلمك هيا مال سيدي يا بن سيدي يا مرحوم السلامة كي انت ظهرت غدوة ما تخدمش ها نا عندي ليك ماموري سري واش هيا سيدي اسقرني مليح عندي قضية أكيدة عند خالي العيد تنبعثك انت تجيبها وماذا بيتي تقعد ما بيناتنا على الجال كان فاقوا بينا ارانا نباص وصبح ها انت قلت له يا ودي واش تقتل عادك نحيل تنحيك ها تاني بعتك للدوار جيب لي كتاب كتاب مش تدخل تقرا ها ودي كتاب كتاب من عند خالي العيد ها حرز هاي حرز ولمن وانت واش مدخلك فيه لمن برا جيب وراح حبك مع نص النهار تكون هنا مع نص النهار اخني برق عادك برق يلعش عليك الفهم هل فهم ما هو كي تصدر بكري من هنا حبر ما تقضي القضية تعرض للواج وتجي فهمت ايه وحايد فايق بيك باش فايق بخلاف تحب تكتب للكليونات بدل حنوت كيملو يفرغ لا تهنى الفهم انت ما عرقو بك اخضر تبارك الله عليك هي من سكنت حذايا بعت ناس زوز بنوير وشلاكه اوه عم بالك مش نشالك بيك
راك مدرق مسوار درزز درزز تحت هالفراش كان يتكلم. اه ربي حسنا شاب حسنا وين قصد ربي؟ ماشي نخدم على الشاسة. لا لا قلت لقاش عندك النمر بتاع حنان. حياتك اللي مازالت بتغش عليا ما مريك انت تعطيهولي. يا ولدي يا ولدي هبل انت ادخل نيتك في سلم عصار فرق وفي ويلك وارجع لي هنا نعطيك النمر بتاع حنان بتاع الكار بتاع المنار وتقلب وجهك ما عادش نحب نراك هوني. يا حسنا قلت نكلمها باش نطلب منها السماح على الفوزه نتاع البارح. فيك اليوم تجديدة وين ماشي وين؟ انا نحبك يا باب يا ولدي ما نشافش القزار هذا يكرف ولا كيك المشطة دبابة. صباح الخير مدام منيرة. عسلامة سي حسونة مدام حيات الفوق. اي تفضل تفضل ان شاء الله خلاص له حل. عايشك يا حسونة. صباح الخير. صباح الخير بابوش. دك عليك عارف كنا حرس بابوش اقول جزرنا كامله دكت عليا تاو تحللت الحرب اهليا للفوق. باه يا سيدي واللي يملس ليك لفعه وسط النار والدجاجات باش تكفيه بابوش. ماني قلت لك حكايتك فارغه انت قالوا لفعه قالوا يا ودي باللي جاوا الجماعه وانت تكتك وانا ما ريت شيء. ايه ودي اسكت على روحك اسكت على روحك اليوم العشوة متكماسوا في التكتيك. العشوة ما تكتك تدي لما هزوني للمرستان. لا مرستان ولدي ولا ابو زيان اليوم يجيك الدواء من عند الشيخ الفرس. فين الدواء ولا فريكاسي بربي خيني برا تجعل على غيري خدم مش نختم على روحي. الزاهة حسونة الزاهة على الشيخ الفرقسي تاو تشوف من العشوة بالذي لا اله الا هو كما ظلاش مجنبع مجردف للشيخ نمد زماش ولد حفصية. بابوشة ايه انا بازمة شبيه تحكي وحدك. ضربني ضرب خيط نطفى عليك يلطف بينا وبيك ربي. وش نهمونك وش حالك في الليكس ماني عادي بيك تحوسي على روجي. لا قديش كعيبة شي ايتي 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 الشعر ذا الكل والعيون والكحل والرب وشي حد شي حد شي ما تأيسيش تو يفتح ليك ربي مكتوبك ان شاء الله يا بابوشة ان شاء الله. بنيت عمي ما تلمسينيش ماني بتليك هراني بكل تريسيتي. يا حيات حيات يا حبيبي يا ظل فيك ما زلت تتغشى يا حيات وراح بوين اللي نقصدها هيك الزمزي ولي واش مشلي يا حيات أيه؟ اشبيك؟ لا لا شيء حبيت اسالك على حاجه وخايف لا تتغشش يا حيات. اسال يا سيدي وما نتغشش يا حيات. بلا هيك الكعيبه اللي جات تساوم على الكليون شكوني؟ شكوني؟ اخرج اخرج يخرج اخرج. اخر سحسون اخير بربي زيزي وبنت سمعيني بشي يكلم حد. الو شكون معاي؟ سي عبد اللطيف صباح الخير. ليه ليه المعلم ماهوش هوني راه بيه بيه تاكي جيت نقول فينا مين يشبيك معلم امورك متبلانتي يا جمله راه مازالت حصرتك كوندالي سرايز هو حصار وسكت هو سيبتي حتى راحتي مع الشقيه بالدار ما فهمتش نعمل يا ويلي بنهاية يا ويلي من المنجي وليت شدك كرة التنس بيناتهم. اسمع خويا حو نحكي معاك علي ما تقلبش المشيمية الجملة واحدة فهمت كيف؟ لا ما فهمتكش تقليد شنحها كي تلعبها سعية بتقلب الطاولة فهمت؟ فهمت؟ يا ودي مرأة نحكي معاك ونعرف تريد الكل من تبيع في الملاوي اللي تسوق في الطيارة تك تتمنقل هكايا انت وراس لحنينا تركش ما عادش تبوجي جمله صافا. اي بي ما قولي شي زين نعمل انا مشغول يخافوا مني. اي نورمال انت نعطيك روسيتك اللي الناس تو بالضبط. شوف ريت اول حاجه تعملها كيف تدخل نقلب الطاوله. ايش تقلب يا ودي قالوا نقلب الطاوله ليه العب انديه اسمعني ضيقت لي هذه وخيتك الصغيره. اي حاجه جبتها معايا اليوم باش تخيط روك الفيونساي نتاعها عند حيوته. اي اي ان شاء الله مبروك ان شاء الله. ميرسي عايشك يا حاجه. وش قلت لي عنده راجلك؟ والله ما فهمتك الساعه اختخاص. هي
هيا ان شاء الله بالبركه. واه 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 امي مرض راهو. اوه يا لطيف اللطف والله يحسب ده كهرباء. ان شاء الله لبس عايزك يا حاجه. حاسيلو شقول لك يا حياه اختي؟ ياسر ياسر غيره ياسر. قلي رجلك يخدم نجار امي. مقاول مقاول وليد بلا نشقل. ايوا وين يخدم؟ في تونس يا حاجه في تونس يخدم. تعرف حياته دار بابا تبعد على دار يزوز نهجة مشي لها في الشهر مرة. من الأول قليل خدمة لي قلت نسيش ومن بعد يصدق عليها كل شيء. أختك لا دخلة لا خرجة. عارف اليوم بجبت لك أختي رسلت لي ساعة وانا قرق بيه. يما على بنيتي مسيكنا تعرف فكرني في بوك الله يرحمه. يكثرهم عليك يا عجلك تلبسي وتقطعي وتولي ليا يا وليكس يا وجه يا سيد درباجي. هلا عينك يا سيف الازر. الله يسلمك. افهم وراك خموسي تكش قلت فيك اللي وجه تمشي فيها تجي فيها. هلا هذاك هو لما كنت خطفت روحي للحوش جبت ليك علاقة بتكمة من جميع امي العظام والدهاء والرب. جبت ليك انت خاص كواطر دني قدامك ما ظل يصبحك تنوم صبح علي. واش فيها الكواتر؟ كيف؟ صورة خميس أختي ليش؟ لا لا صباحي مبروك الفهم. باهي القاضي وين؟ أنا قاضي. هو ده القاضي اللي عطيها لك خير العيد. آه هاي في وسط العلاق. أي ما نخش وقول لي واش قال ليك البوتة. هاي حق مش عز الدين والتحدي دز عليها مس كاميون مليان بشعر شور. الله 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 ولباس؟ امبارح جدا لباس. هم اليوم الصبح الزراب يا مات. الله أكبر الله أكبر. وانت من قال ليك مات؟ لا ما قال لي حد. لا بيدي مشيت نطير عليه في السو لا خرجت منه ونسمع في العيطة من هنا. ربي حني ونايم سكنوا عندي. ربي تستر تستر. شي يا سحسونة اش باش أقولك؟ السيد مش حب يفهم. يسيبوا روي ممكن مو بالسياسة نتوما وقولوا له راهو الشيء اللي تعمل فيه ما هوش نورمال. قلنا له ألف مرة في مرة. أنا بذات نفسي عرضته في دروج البلاص وقلت له يا سيد راهو مش معقول العباد صابحة تخدم وأنت كل ليلة تربطك تربطك. قال لي أنا حر في محلي. باهي يا سيبوا راوي اليوم نشوفوا معاه بحول الله. تعرف يا سحسونة اللي برطمانات هالوقت محسوب كردون على حالها فهمت؟ لا ونبدا سهر انا والمراه والسيد يبدا في البرطمانه اللي بحذايا تقولش عليه سهر معانا. وكل ليله حشاك نوع البعيده وهي هي هي ها 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 هي هي ها ها. كل ليله كل ليله ليش نحكي لك انا؟ اي 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 عندك الحق وي هذه حاجه ريموت تقلق تقلق فهمت؟ لا وسكت راهو السيد متقوي علينا ومش حاب يسمع كلام حد. حتى كلموه السنديك باش يشوفوا معاه حل تحل معاهم وسمعهم حشاك وحشا قدرك الكلام. ايش عجب ساكريتو توصلت فيك كل خير ظهر لي متربي ولد عائله ولد ناس. سامحني اقول لك سحسونه الحكايه تقعد بيناتنا وتموتوني. خاطر سمعت اللي السيد والله اعلم عنده شكون. اسمع بطل ما برصلحين نجم نقول كلمه. ايه تكلم تكلم. انا يظهر لي حسب ما فهمت السيد هذايا ما عدو كان وجه ربي. اما شنيا كلي لاقي جيرانك يتيسوا فيه وجونتيه فهمت؟ يقول لك نستا باندي عليهم ما طيرك شو. تتعرف بطرون كان تعطيني في فير تو نهز ود الروج ونمشيو مع الحبايب تدريج من زمان نقيس له الدم ونرجع صافا. يعيش بنتي انا خطاني من المشاكل. يا ودي اسمعني نحكي معاك نعرف انه عذيه مليح مليح راه وريتك اللي تجيها من اللوطه تو راس لحنين على يعطي التوع فهمت كيفاه؟ يضربتين ترشي وبعثوا يقضي من المرش. شحسون قال لك بابوش راح تو تو. كيتي يا كيتي كيتي وقيل الامور تقدت ولد فيليكس ايو ولا عم عشق الفركسي هو. هذه جبته جيد صحيح. هيا بعد يا سيدي. اش بيك بابوش اش رب؟ هيا سيدي يا بسيدي يا مرحوم السلامه هذه هي القضيه اللي حكيت لك عليها الصبح. احكم تراح. وش فيها دي بابوش؟ هذيك يا سيدي فيها اللفعة. ها ودي ماشي لفعة لفعة وراك خايف. ها يا سيدي، ها نتا نحل هنا. بسم الله بسم الله شافي المعافي بسم الله.
بسم الله. شفتوا الحريزه ضايع؟ هذا ريف امور مزوزته، ما عليك كان تحطوه في وسط لسانه تاع سيدتك. نعم ولدي وراك مجوع يا اخي، انا قلت لك حط لي حنش بفطيره، راه ما فيه شيء. بجد انت ببوش ابو العبره زي ما تصدق في الحكايه هذوما الخرافات هذوما. اسكت اسكت اسكت، طلع تكيه. هات يا شيخ الفركسي، بعث لنا جماعه يحكموا ويجرب عونا على بعضانا. اقعد شنعقد هذا؟ راه هو نهار ازرق ولادي. حسون ما عادش تتكلم بقاله. عجل امور البخوخ وذيه راه متكلفين بها بسم الله الرحمن الرحيم الناس الاخرى، والناس الاخرى راه ما يتكلموش بالقيله، راهم يقولوا قا ما يقولوش قيل. اقعد. ايه بيه انا اقعد. اقعد وضم فمك خير من تخت. اقعد اقعد. هاي بيه احكمك. هاي يا سيدي يا بن سيدي، ثاني في صل. هذه هي حكيكة البقليو. هاي بيه حكيكة شنو؟ البقليو البقليو. هي شو البقليو؟ ها ودي وليد على اخي تونا قالوا بقليو، قلت بقليو. ها حسون، البقليو هو جرول بتاع البدرن ما يرضعش، عيش في كروسه نتاع البهاي. ودي اسكت طيعتك كي اسكت. صقرني ناس صقرني ناس ولا ذاك هو مذبع تسكت. حكت البقليو هذيك تجي البيت العجوزه وكل قرنه. كل شكون؟ كل قرنه قرنه تقولوا انتوما في سبركم تاركين يتكلم عربي. انت علاش تهبر فيا؟ اه يا سيدي عضال لي لمي. اجي الكل تاركينه في البيت بتاع العجوز وتذر فيها نفع. افهمت تو؟ فهمتك. باهي يا سيدي، ثالث فصل. ها هي هاد بيبيزة دي. بيبيزة دي يا سيدي معزم عليها الشيخ الفركسي، تجي تصبها في وسط كاس ماء شربع، ومن بعد تجي قدام العزوزة وتبخها في عيونها. ببوش الزعبة بهذوما تمشي على روحها. ايوه تمشي على روحها. تبي لنا ذي؟ لا لا لا، هو ما يجي المغرب كانت المقراويزة وفالجتها وتقول لنا. فهمتني ولا لا؟ لا فهمت فهمتك. وزيد نوصيك، نوصيك وصايت وساع ولد عمي، كل حاجه دنيها لازم كومبليس تقول معاها بقلي والشونغرما. خاطرتي بقلي والشونغرما، بقلي والشونغرما. باي باي نعاودها ترى. بقلي والشونغرما، بقلي والشونغرما. صحيح. اسمع ما تمشيش تغلى تكا ولا كا ولا كا وتقول بقلي والشونغرما، دراي ما تحكش فيه. تفهم فيه ولا لا؟ 65. اسمع كي نعمل لك. انت فما شحال في السابع يا حاجه؟ ربي يوصل بالسالم يا عايشك. ما تقليش كيفاش حبلت. واه واه يا حاجة، شنو كيفاش حبلت؟ لا لا ما تفهمنيش بالغلط، سمعتك الساعة تقول الحياة ما جبتش صغار مع راجلك الأول. صحيح قعدنا 10 سنين معرسين وربي ما سهلش، والطب الكل قالوا لي راك ما تشدش الصغار. وبعده؟ مع راجلي ثاني زيدا قعدنا محسوب 3 سنين لولانين، وإحنا ندوروا من بقعة لبقعة والنفع ربي، حتى لين طحنا بسيبو بكر الله يرحم وين تجيه. وهالطبيب هذا وين تجي عيادته؟ ليه حاجه ماهوش طبيب. بلا شنو فرمليه؟ ليه هو طبيب يا فرملي؟ هذا كما تقول انت يا راجل معطيله. ايديه تبارك الله تبارك الله تبارك الله تجمد الماء. ايوا مشيت له كما نقولوا نهار الاحد، رجعت له بعد شهر قال لي مبروك. كتب لك حوجه؟ ليه وكلني ذي الكلب. يما عليك او يا لطيف، وكلك في الكلب؟ مش ذي الكلب من جد، هذا عود صغير هكا يجيبوه من بلاد الشنوى هكا يرحيوه ويحلوه في حاجة ويشربوه. وين نلقاه هذا سيبو بكره؟ هو يا حاجة وانتي في العمر هذا تحب تجيب الصغار؟ يا لطيف بسم الله المنع السطار يا بنيتي، مش ليلي الحياة بنتي. ها على عينك كل من وراها قلبي يتقطع. عندك الحق ما تأيسش يا حاجة، ربي كريم. ولا تعرف كيفاش؟ كي نرجع المرة الجاية نجيب لك معايا عنوان وتليفونه. يا بنيرة يحييك لا يقطعك يا بنيتي. أما اسمع رد بالك الحديث بيناتنا. أوه مش زي شيطاننا. سميرة استنيني دقيقة مانا. هو يا وخي ما بنها ريحة كسكروت كيف تيجي مش هكا؟ هي خويتي تحبي تذوقي؟ نسيلشة كيتي يلا واشي باش ما تقعدش ليك شاوة في قلبك. تحبي الذريري يطلع لينا بكعبة زيتون في حانكو؟ بار إن شاء الله ربي يسهل عليك. بارك سيدي عبد الرحيم بو خشبة عايش وخي.
محسود راح راح عليك ببوش تحتك الصحة. ها قول لي جيت ليهم في البقلية ولا ما زلت؟ أنا مش نظم لهم جو مش ندير لهم الفطور. برا ربي معاك يعجلك مصور ما تسيدي مصور. يا حيات خالف ما قالك شين على من جيا؟ قال لي باش يخدموا معاه حتى يعمل ربي دليل. يا حمد يا خويا لا يقطعك وزعما اش باش يخدموا معاه؟ اش باش يخدموا؟ صيغي يما باش يبيع ويشري معاه. ايوا الخلاصة شبيه الخلاص زعما قده ما نعرفش امي ما قاليش. يا سالي طول الموند سالي طول الموند شبيك صادق شبيك تحكي هك؟ اي نورمال اوي تحكي معاك اي من اليوم كي تكلم الري المجيرة تتسكنتا وما تحكيه باهي يا نور شبي الراجل صاركة اوي هيودة ايش عملت انا دماغي يحبق انا حبق وما زع اخران يا ولدي شبيك فايق بروحك ما وش قاعد تقوله اي فايق بروحي ومش نورمال باهي وانتي امورك ماشي في البوزيتيف وما تحكيش باهي شنو الرقعه هذا؟ سمعت اش تقول نور عيط؟ توا تسكت ديك العزوزه ما كانش شغل معانا يا بابا عزوزه عزوزه ترقبتك ايا ترى تكمل الحمر عليك عينيا ترى تشبيك صدري على باهي ما فلكش معاكم انا فلا وراح مزبويا نسخيلو تخطول في عقله زي فلك يا فلك قولي سي عزيزتي شتريت لنا فطور جلبين عزيزي موت علينا جلبين ها حتى المنجي سيب شيل من نار لا لا هكا في بيته حاشم بعملته حاشم ظهر بالحشمة بتاعه سني عرقت مش نتفقده حاله يسخر في الحجر ياسر دليق لامي ياسر حيوته مازلت تهوني قاعدة بالكوجينة هاك تشوف فيا مازلت حايزة في الفطور عيش اقعد حذية تعيد من قاعدة هاني هوني غفل علي ماشي ها شبيه الراجل يواش هذي الحلس الحلس في بلاستو يواش هو دول عندي الغبرة الغبرة في التراكب بقليو شكرا ما 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 استعمل يا شو سام هذا شيء شنو اللي في يدك ها الحكة فيها شوية غبرة جابلك اليوم قال لي باين ندى ما عندها تنحي ندى قلت ما أمي فات ما عندها شوية ذيك نفس نجي نعملها شوية بخوخ وفي التراك نبخبخ في التراك باش تفرز البيت فهمت هي لا هذه هيت منها هيت خنحرشها في بيتنا بيتنا فرد طلع غالب توم رجين وصي يجيب لي حكة أخرى بيه بيه أنا جيت باش نسألك على خبز تشعير لي وصيتك باش تجيبها لأمي والله نسيت حيات تحب نمشي توا نجيب واحدة يا ناري عليك توا مش لازم الفطور تعب اللطف برا قدكش نسيت اش بزين توا مكليوش شنجرمان مكليوش شنجرمان يظهر لي بعد الفطور يا بني أمي هيا احنا جينا ايش ما نعذب بفاطمة يا غالية ايش ما حذية يحييك يا غالي
تجيب خلي غادي يرجع. شنو حصل شبيك؟ لا تكسر من فاطمه شو مسرو فيه؟ هاو كيس وجهك باو. خلي حسونه وين جا قعر المزوده؟ وين نعرفوا شنو هي؟ بلاصه في تونس. امي عمري ما سمعت فيها انا هيك. انت واش تصل عليها؟ لا فيك نسالو برا. عندي مرا عشيره عمري. قلت نظاشي نهير نمشي نطلع عليها. أمي فاطمة اخي تحس روحك لاباس؟ ماكش عاجبتني راهو. لا لاباس عليا. انت تشوف معايا عيد وجهها اصفر. امي لاباس؟ لاباس عليا شين ما عندي. يا بنتي ثبت شو عينيك وجه محوقة هيك مش سخونة. تونس اللطف سخونة. اي تونس سخونة اي وهواها زادة مو صافي بالكل مش كيما صفاقس بارك الله هواها صافي. لا حتى صفاقس ما عندك فيها ما تقول. مكفر غبابرها ومعاملها حتى في البودرير ما هو رزونا فيه. يا حسرة عليك البرارة والصبارس انداز هاي الكعبة. تذكر يا منجية نتفكر الطيمة يا حسرة. وينو هيك الكلة؟ صار غرم المعامل الكل تصب فيه. أمي بعد الفطور برا مد سويقاتك في الصالة وارتاح شوية. وين في الصالة يا بنتي؟ ما تدخل بيتها هتمد دقيقة غاديك وتحط المخدة تحت راسك وترتاح تنجر الحاجة اللي ما تزهق. فاطمة شو لاباس ما شو ناش تعمل يا بنتي بتشوفي وجهك لاباس احمر والعرق ينزل شو ماما لاباس بيا لما يعطيك الصحة تفرشكت. عايشك أمي فاطمة تحب تزيدك نزيدك شوية؟ لا فيه البركة. بسم الله على بنتي بسم الله نشرب. ما تشربش شرقت. لا شرق اللطف. بسم الله على بنتي. ربي يسر. شنو حسونة؟ اش قلت؟ تي شي قلت ربي يسر تعاود تشرب مرة أخرى. يا سي فهد. تقعد هكا؟ مش نقع. يا ما زيدني شويه مش نخرج نضرب لها سكوبريس ونجي. يا ولدي واش راح لي فيك؟ تشرب السكوبريس وتشرب حتى الغاز. لا تحبس على الخدمه. الخدمه؟ والله شو نقول لك؟ انا والله بكل صراحيه بكل اتساف. واشي؟ يا ولدي افهم هالمخك. الفيريتي المراه مولات المول صحتك. قلت لها كلمتين بالسوري ما فهمتهمش. بات لو عتلي حسابي. حليلك بابوشك قداش تتعاني. هي خويك انت مش تخدم تو تقعد ملوح نهار كل كسبيد هنا تاكل وترقد. لا نعم غدوه الحليه مشروع. كايتي مشروع خلاص. مش تحل المشروع بقحقوحك. لا ما تخافش مش هالباك انا مش على مشاريع ظرايف الكلبش خلاص كان طارت 200,000 فرنك. هي وانت خوي عندك سوارد؟ نعم عندي والحمد لله خيرات ربي. وقديش؟ عندي وقيلة 20,000 زوز كوارت بو 10,000 جوه ربي. والله وانت بصيفتك نسيبي لازغي كم اللي البقية حكيت 82,000 فرنك. كم اللي البقية؟ ها قالوك عليها بك تضامن. قاعد قاعد وين؟ وانت قاعد اطلع من هنا اقلب فوقيت برا الزدور دبر انت عشاء الليلة مش نطيب عشاء خلاص صاروا ما تعمش عشاء من لا سكنه. يا ولد انت قاعده في ذي خلاص محليه. قلبي يميني فؤادي روحي فداء اوطاني. ده بس من فترة. لا بس انا نمشي اشعر بحالي. اخش بيت من القايله وانت تسال وتعاود. نسألوا برا شو حبيت نعرف اش تحس في روحها لاباس ولا لا؟
حاسه بشيء الحمد لله. هنا حاسس بيش انت حاسس مش هنا دور سخونة تقتل اللطر بيسكتو خنكملو نفرجو في الفيلم ايش يحسونا نحكي الوضو امي لباسة نتي باش نمشي لمدباشاتي امي واقفة ساقيه ماشي يزي فيه البركة انتي ليه عادة بيفاق والله ما زيت تقعد لا لا ورحمة بويا ما بقيت النجم اه يا بيعد مدام شدة صحيح واحدي لحاليك برا اللي مدبشك في عقلك وانا غضا نصك المحطة واه 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 الشركات وكل حاجة مش جاي عشانك شبيكم يا انتي شكون قال لك مروح هاي هي قال مش لمد باشا وماشي لا لا يا غالي مش اللي مدبشاتي اللي جبت نحددها مش مش الصفاقس يا باهي وانا تفجعت قلت تطلعش يومي فاطمه ماشي يا جمله هيا تصبح على خير صبح على خير على خير طيمه يا غيدي مش اليوم قلت ماشي المنار هاي قلت يا حسن ورا احمد بويا بخيت شخونه تقتل يا من حي وجدوا يا حييت نعم شبيه يحييك عندك شي مخيده غير هذي يا بس برشا عايش بلاي بدل انا بمختي راني نموت على ريحه طيبه انا لا يقطعك يا منجي عايشك يا طيبه هي طمية وفيش كنت مرتيح كنتي اهلا انقر ها تعشيت تعشيت ودي وراك خيمة اللي تعشيت وانا مكنتني الشهيق لا انت وش تعشيت كسكروت بشامية والهريسة اه اشرب شربة ماء طفي ذو ورقد الفحم هاي ما عنديش نو وقيلك السكوبريس العديد بيه الكسكروت طيرت علي النو ايش تحبني داني ليك نقوم نبنم بيك لا قلت نقصروا ليل شوي هاي بركة نبرك عليك في طرح شكوب يبرك عليك متليس الفهم تنور قدنا الفهم عجل غد وصبح نندب الايام الزرقة وعالقليل حلينا الراديو نسقر شوي هنا الفهم ما في شيء الراديو هو يقعد اطفل يا والله سكني ذي حسونة ان شاء الله خير الو حسونة لباس ايه هو اللي وراك توات وتحدث بالخوي هاي بيه بيه هي دنيت وش قلت ليك هي بخيتها بالماء بيه والبقليو في القرنات بدرن بدرن في القرنات اسكت روحتك جد لا 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 حد شي امورك في الليكس هاي ولدي الفايدة في بيت العجوز ايه حتى انت بورزة شوي اخي تحب فيسع فيسع اتهنى اتهنى الشيخ الفارقسي ضربته ما تختاش هاي ولدي بالذي لا اله الا وإلا ما يهجم الدار خلاص هاي هاي تصبح الاخير مرسى عليك يا بابوش تصبح الاخير حيوتا خشبي يكون ماشي بسم الله العظيم الرحمن الرحيم الحسونة ما نعرفش شبي كتفي ثقلت وتخنقت في البيت مش نمشي نبات حذا أمي روحي ريحة في بيتي ما تتاقش قلت نمشي نرقد حبال منجي يقل ما نوشحكش ورحمة مويا انا نحط راسي على المخدة من هوني وكلت فبوت اللي سمرك عليها من هوني بسم الله العظيم الرحمن الرحيم ما لا تعرفوش كيفاش كل واحد يجيب ملحفته ونفرشه في وسط الدار الله يلكك يا ببوش خليته يهجم الدار هو حد محط وسط الدار شو كلها فارات نسيت في العزيزة
سيدتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي بنت ضاع منها سوى